We are so blessed to have with us His Grace, our beloved Father Amba Benyamin, the Bishop of Menufia, for the first time in our church. Amba Benyamin is a great bishop, and he has a lot of treasures, spiritual treasures, in his heart, and it is a very good opportunity to listen to him. He will deliver for us two sermons in Arabic, one now followed by a short English sermon by Dr. Ihab, and then at the end of the liturgy also he will sit with us and give us another sermon, another speech. احنا النهارده سعداء وبركه كبيره لينا انه يكون في وسطنا نيافه الحبر الجليل الانبا بنيامين اسقف المنوفيه وكل توابعها. نيافه الانبا بنيامين له مكانة عظيمة في الكنيسة وله مكانة خاصة في قلبي ولهم يعني آثار كبيرة في حياتي أنا شخصيا، وفرصة جميلة أن هو يكون في وسطنا. هيكلمنا دلوقتي عزة القداس، وبعد القداس أيضا هيكلمنا كلمة أخرى قبل ما ناكل لقمة مع بعض. ربنا يبارك خدمته ويكون دايما بركة في كل مكان يحل فيه. باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد، أمين. أنا سعيد أن أنا معاكم النهاردة، والحقيقة أنا جيت شيكاغو بدعوة، من دعوة محبة يعني من الدكتور ثروت، وهو تربطني بحضرته علاقة قوية جداً، ومن مدة طويلة ما شفتوش، فحبيت وأنا في أمريكا إن أنا أخذ بركة هذا اللقاء، ودعاني الآباء علشان أخذ بركة القداس والعشيات في الكنائس، ودي بركة لحياتي وإن أنا ألتقي بيكم. والنهاردة إحنا عندنا مناسبتين، حضراتكم عارفين ان الخمسين المقدسة كل حد فيها بيمثل عيد بيمهد للصعود ولحلول الروح القدس. والمناسبة دي انا هتكلم عنها في العظة الأخيرة حسب نظام الكنيسة، وأنا بحب أن أنا يعني أحترم نظام أي كنيسة أصلي فيها، وبشكر أبونا يوحنا بالمناسبة على الكلمات الرقيقة اللي قدمني بيها، ودي عشرة طويلة بينا ومحبة كبيرة، وأبونا مرقص أيضا نطلب لهم كل نجاح في الخدمة. في مناسبة تانية بقى النهاردة دي اللي أنا هتكلم عنها دلوقتي، ومع العظة أو الملخص الإنجليزي اللي هيتقال لكم، عيد دخول المسيح أرض مصر. وده عيد يهمنا كلنا، لأن مصر في قلبنا في أي مكان، زي ما البابا شنودة قال مصر وطن بيعيش فينا أكتر ما احنا بنعيش فيه، يعني حتى وإحنا بره مصر هو في قلبنا وبنفتكره بكل الخير، نفتكر مصر يعني كبلد بكل الخير، وبنصلي عشان ربنا يصلح الحال في مصر وتبقى بلد آمنة متقدمة مستقرة، فيها كل شخص ياخد حقه، يختفي الدين من المجتمع وتأثيره على الأفراد، لأن الدين علاقة خاصة جدا بين الإنسان وربنا، ملوش دعوة بالنواحي الاجتماعية إلا السلوك بالفضيلة يعني، لأن الأعمال تدل على الإيمان يعني، فتبقى الأعمال صالحة، ودايما الدين يصلح الإنسان والإنسان يصلح المجتمع. لكن دخول الدين في المجتمع في كل حاجة زي ما هو موجود في مصر في الوقت اللي فات بيضيع حاجات كتير قوي، وبيخلي فيه فروق بين المصريين وبعضهم البعض. عندي ثلاث أسئلة هجاوب عليهم بسرعة في موضوع عيد دخول المسيح أرض مصر.
أول سؤال كيف يهرب المسيح وهو جاء يخلص العالم؟ وإذا كان المسيح يهرب ما إحنا نعمل إيه بقى؟ لأن الهروب ضد الشجاعة والقوة، فإزاي المسيح يهرب وهو جاي يخلصنا؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني، إشمعنا مصر؟ هرب لمصر ليه؟ ما في برية الشام وحواليه بلاد كتير قوي، كان ممكن هرب لسوريا، للأردن، للعراق، أي بلد في المنطقة دي يعني، إشمعنا مصر؟ والسؤال الثالث، ليه بنحتفل بهذا العيد؟ يعني ليه خلته الكنيسة عيد سيدي نحتفل به في الكنيسة؟ دول الثلاث أسئلة أحاول بتركيز شديد قوي أن أنا أجاوب عليهم. السؤال الأولاني، كيف يهرب المسيح؟ إزاي؟ والهرب زي ما قلت ليس من الشجاعة، والسيد المسيح عودنا على أنه بيواجه باستمرار، واجه الكتبة والفريسيين وواجه كل الناس بمنتهى الجرأة والشجاعة والقوة، حتى في لحظات محاكمته لما سألوا رئيس الكهنة بوضوح شديد، هل أنت ابن المختار؟ هل أنت المسيح؟ فقال له بوضوح وصراحة، قال له نعم أنا هو، ومن الآن سترون السماء مفتوح، وجاوب بكل شجاعة، حتى إن عبد رئيس الكهنة لطمه وقال له أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ وشق رئيس الكهنة ثيابه، علامة على انتهاء الكهنوت الهاروني القديم وبداية كهنوت المسيح له المجد، لأنه رئيس كهنة الخيرات العتيدة. فالمسيح دائما شجاعا قويا، ورغم أنه قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، لكن كان شخصية قوية يهابه أعداءه أكثر ما يهابه أحباءه، وكانوا يروحوا له الفريسيين جماعات مش فرادة. كيف يهرب؟ هنا الهروب له معنى آخر غير هروب الضعف، ده هروب القوة، الهروب من الشر، إن الإنسان يهرب من الشر، والهروب نصف النصرة، الآباء قالوا كده، اللي يهرب من الشر يبقى نجح في تحقيق نصف النصرة وهيحقق النص التاني أكيد. فهنا الهروب المرتبط بالنصرة، الهروب من الشر، والكتاب المقدس بيقول الصديق يبصر الشر فيتوارى، ما يتصدرش للشر، يفوت على الشيطان الفرصة في أنه يصطاده. فعشان كده هنا الهروب هروب النصرة، الهروب من الشر. المسيح قال للهيرودس أنت مجرد صورة للشيطان، مش أكتر من كده يعني، أنا هفوت عليك الفرصة. وظهر ملاك الرب في حلم ليوسف النجار أو يوسف البار، وقال له خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر. وبعد كده بعد ما مات هيرودس برضو جه في حلم ليوسف النجار وقال له خذ الصبي وأمه وارجع إلى الناصرة. أي شر في العالم له وقت محدود، ومواجهة الشر تعطل الإنسان كثيرا عن الإيجابيات. فعشان كده يوسف هرب من امرأة سيده حين حاولت إغراءه
وترك لها الثوب ومرى، مضى هروبا من الشر فانتصر. لكن اللي يحاول انه يقترب من الشر ويرتبط به بحجة محاربة الشر، ممكن الشر يطوله يناله شيئا من الشر. عشان كده هروب، الهروب من الخطية نصف النصر على طول كده. عشان كده كل الذين هربوا من الشر نجحوا في انهم يتخلصوا منه ويبعدوا عن هذا الشر. ولذلك السيد المسيح هرب، لأن مفيش عداوة شخصية بينه وبين هيرودس، مسألة الشيطان. ودي تعلمنا ان احنا ما نعاديش حد، ودايما اقول كل الناس كويسين، الشيطان اللي وحش، الشيطان اللي بيقلب الإنسان ويخليه وحش. لكن طول ما الإنسان بعيد عن الشر وبعيد عن الخطية وبيهرب منها، يحفظ نفسه من الخطية. وهكذا أسس السيد المسيح مبدأ الهروب من الشر، حتى لا يسقط الإنسان في آثار الخطية اللي ممكن تشده بعيدا عن ربنا. ده السؤال الأول. هذا هو الهروب الأقوى، هذا هو الهروب الشجاع اللي الإنسان ياخد فيه قرار إنه يبعد عن الشيطان ولا يرتبط به ولا بالشر. السؤال الثاني، اشمعنا مصر؟ كان في بلاد كتير حوالين فلسطين كان ممكن يهرب فيها. السبب الرئيسي انه اختار مصر انه ربنا من البدايه، حتى من اشعياء، قال مبارك شعبي مصر، blessed my people Egypt. ومصر خصها بعنايه خاصه من الاول، من التكوين، زارها ابونا ابراهيم وابونا يعقوب أبو الأصباط، وجاءها يوسف وحكمها، وكان الحاكم الفعلي لمصر. ربنا خص مصر بحاجات كتير حلوة، قال من مصر دعوت ابني. فمصر لها قدر في قلب الله وفي حبه، فعشان كده اختار مصر لأنه بيحبها، ولكي يؤسس أكبر كنيسة وأقوى كنيسة في العالم. هي اللي علمت العالم الرهبنة وحفظت الإيمان في العالم كله، وكان بابا الإسكندرية على مدى الزمن هو قاضي المسكونة في الإيمان. غير بقى كل الأسباب دي، سبب مهم قوي، وهو إن مصر كانت أقوى البلاد في الوثنية، مع أنها كانت تؤمن أن الله واحد، وأن هؤلاء الأوثان أو الآلهة الوثنية صور لهذا الإله الواحد. لكن كان أقوى وثنية في مصر، فجاء يحطم الوثنية، وواجه الشيطان بكل قوة. ولذلك مهم قوي ان احنا نعرف ان السيد المسيح في وجوده تساقطت الاوثان، وكل المعابد الوثنيه انتهت الى حد كبير. والشيطان كان اقوى ما يمكن في الوثنيه في مصر، فجاء يحارب الشيطان في عقر داره. وده اللي يدل على انه مخلص حقيقي من الشر، من الخطيه، مش مخلص قائد عسكري يعني، لا، جاء يخلص الانسان من الشر. عشان كده جه مصر، اولا لانه بيحبها، ثانيا لانه يريد لها تميزا في الحياه الكنسيه، الحياه الروحيه والرهبانيه والإيمانية،
وكل اللي قلناه ده بالإضافة إلى أنه جاء يحارب الشيطان في أقوى مكان له تأثير عليه في الوثنية. عشان كده هو ما هربش من هيرودس لأنه خايف من هيرودس، بالنسبة له هيرودس ده يطلع إيه، مجرد صورة للشيطان يعني، وهيعيش فترة ويموت ويخلص. فتركه ولم يقاومه لأنه مش جاي يقاوم بشر، ده جاي يخلص البشر، وكان يريد أن يخلص هيرودس لو إنه قبله أو قبل الإيمان. فجاء مصر لكي يعدها لكي تكون مركز إشعاع روحي وإيماني للعالم كله. وكثير من الآباء بيؤكدوا إن هيبقى على الكنيسة القبطية عبء نشر الإيمان الصحيح في العالم كله وقيادة الكل للإيمان لكي تصير الأرض للرب ولمسيح. السؤال الثالث وباختصار لأن آسف طولت، ليه عملته الكنيسة عيد سيدي؟ ليه؟ أولاً عيد سيدي يعني بيشهد للاهوت السيد المسيح ويمجده، عشان كده نقول العيد المجيد، العيد المجيد، مجيد يعني بيشهد للاهوت السيد المسيح. وحسب النبوة في إشعياء 19 والهوذا الرب يأتي راكباً على سحابة إلى أرض مصر، ويكون في أرض مصر مذبح للرب وعمود عند تخومه اللي هي المنارة. وفكرة المنارة متاخدة من المسلات اللي كانت عند قدماء المصريين، كان يعملوا المخروط اللي فوق ذهب وكانت تمثل عين الله أو عين الإله يعني، كانت الشمس تطلع تضرب في الذهب فالمصريين يقولوا إن الإله بصص علينا، فيعودوا طول اليوم في عمل وحين تغيب الشمس تختفي الحكاية دي فيذهبوا ليستريحوا. فكان إحساس المصري باستمرار إن في إله يتابعه، وده اللي قاله ربنا قديما عيني عليك من أول السنة إلى آخرها، كانت عند المصريين من خلال الفكر الوثني للأسف، لكن هي فكرة صحيحة تتمشى مع عين الله التي تحرسنا باستمرار. فالكنيسة بتشهد للمسيح لاهوتيا بهذا العيد، والنبوة اللي جت في إشعياء 19 تؤكد أن المسيح هو الله الابن الكلمة المتجسد الذي جاء راكبا على سحابة. سحابة بمعنى نقاء العذراء ومصاحبتها، لأنه كان في حضنها، كان لسه حوالي يمكن سنتين لما ابتدى هيرودس يقتل في أطفال بيت لحم، خد من سنتين فما دون حسب الوقت اللي قالوه المجوس، لأن ساعة ما تولد المسيح ظهر النجم للمجوس، فعلى ما جم فلسطين خدوا تقريبا في حدود من سنة ونص لسنتين، فهو خد من سنتين فما دون عشان يبقى من ضمنهم الطفل يسوع. فهرب السيد المسيح وعنده تقريبا سنة ونص تقريبا أو سنتين إلا شوية، قعد في أرض مصر 3 سنين و11 شهر تقريبا 4 سنين يعني، وعاد إلى الناصرة لكي يدعى ناصريا كما قيل. فالكنيسة أرادت أن تشهد للمسيح كإله أتى لكي يقدس مصر ويجعلها مركز للإيمان الخاص به وبالثالوث، لكي تكون زي ما قلت نقطة إشعاع ومركز إشعاع للعالم كله في الإيمان. بركة هذا العيد المقدس تباركنا وتحفظنا وتحفظ مصر وتباركها
لإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد آمين.